استضافة المهرجان الأول للاحتفاء بالأعمال الدرامية المتميزة التي قدمت في شهر رمضان الماضي. هذا المهرجان هو الأول من نوعه في مصر، وهو يأتي ليسد نقصاً تحتاج إليه صناعة وفن التلفزيون في مصر. فمن غير المعقول أن تقدم في كل رمضان عشرات الأعمال الدرامية من دون تقييم ونقد واحتفاء وتكريم. وكما نعلم فإن صناعة وفن التلفزيون وخصوصاً الدراما التلفزيونية صارت واحدة من أهم ملامح ومكونات القوة المصرية الناعمة، قوة الفن التي تكسب العقول والقلوب. لذلك من الواجب أن نحتفي وننهض بها. في هذا الإطار أشير إلى أهمية وخطورة الآثار المباشرة وغير المباشرة للدراما التلفزيونية، فالمشاهد والصور واللغة المستخدمة تتسرب إلى اللاوعي وتؤثر بقوة في القيم واتجاهات السلوك وثقافة المجتمع، لا سيما وأن كثيرا منها يتكرر في أكثر من مسلسل ويعاد إنتاجه بشكل سنوي في رمضان وفي صيغ مختلفة. إن صناعة التلفزيون تميل عادة إلى تكرار الصيغ الناجحة تجاريا وجماهيريا، وتعاني بشكل ما التجديد والابتكار لأن فيه قطرا من المغامرة. لذلك لا بد من الاحتفال بالأعمال التي تقدم جديدا ومتميزا، تسير في الاتجاه المضاد وتعمل من أجل ترسيخ وعي مجتمع جديد. من هنا جاءت فكرة هذا المهرجان الذي ربما يكون قد ولد متأخرا بعض الشيء، لكن أمامه فرصة إن شاء الله للاستمرار والنمو والتوسع من خلال جهود ومساهمات نقابة السينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما والإعلام، إضافة لما يمكن أن نقوم به هنا في الجامعة البريطانية، لأننا في الجامعة البريطانية وفي كلية الإعلام تحديدا لدينا قسم واعد للسينما. هذا القسم يقوم على الدراسة البينية بين الإعلام والدراسات الإعلامية. إن كلية الإعلام في الجامعة البريطانية انطلقت منذ 3 سنوات وتحاول قدر الإمكان تكسير الفجوة بين الدراسة النظرية والممارسة العملية. من هنا كان حرصنا على عقد شراكات مع عديد من المؤسسات الإعلامية ومؤسسات إنتاج الدراما والسينما في مصر، فضلاً عن نقابة المهن السينمائية التي نتشرف بالمشاركة معها في تدشين هذا المهرجان الذي نتمنى أن يكون الأول وليس الأخير وأن يستمر بإذن الله.